انا النهارده صحيت من النوم لقيته يوم 30. مش عارفه ازاي، يعني هو خلاص بكره كريسماس وانا محضرتش لاي حاجه، اصلا اول مره اخرج في كريسماس، فمش عارفه لسه هروح فين، وما جبتش حاجه البسها نيو لوك بقى كريسماس، ما جبتش اي حاجه، ولسه يعني انا لحد دلوقتي لسه في صدمه ان النهارده يوم 30. فقمت اول صحيت من النوم كده على طول قمت ولبست وعملت ديفرتين كالعاده، ما اعرفش دي مش بعمل غيرهم. ودلوقتي بقى ايه، هنزل وهروح اشوف هشتري ايه البسه، ولسه بقى النهارده بالليل كده وانا ماشيه مفيش وقت اصلا افكر بكره هنروح فين، يعني بكره هنروح فين، ان هاخدكم معايا مش هروح لوحدي اكيد طبعا. وبالذات ان انا اول مره اخرج في كريسماس، يعني على طول كل كريسماس بيجي عليا لحد اخر كريسماس فات كده وانا بقعد في البيت بائسه. والله العظيم عمري ما خرجت في الكريسماس، فبكره هيبقى يوم مختلف، يعني انا خرجت في الكريسماس ده اذا خرجت، فربنا يستر ونخرج. دلوقتي بقى هنزل واخدكم معايا نشوف هنشتري ايه، يلا بينا. وده الاوت فيت، بس انا بقى ايه هلبس الجاكيت دوت علشان ايه لو اتاخرت بره الجو سقع مبقاش ماشيه سقعانه. فين الايد التانيه؟ اهو يلا بينا. دلوقتي نزلنا انا وماما والناس في الشارع زحمه جدا، مش عارفه اصلا في ايه، احنا دلوقتي على البحر اصلا. بصوا عايزه اتعلمها، في ناس بتصطاد سمك، ناس زحمه جدا، بصوا عاملين ازاي، نفسي اتعلم البتاعه دي يا جدعان. هم بصوا مصيفين، عايزه اطلع اشوف الميه كده. طب هننزل ازاي، ده الحتت كلها صخر. انا هنط الحته دي كلها كده. اوتري نط زي هي، الدنيا متبهدله كده ليه؟ حين ماما كنت هقع. تيجي ورايا، ما انا معدي ورا. معلش معلش انا الغباء عندي ملوش حدود. واو الميه، الميه وجمال المنظر. واو يا طلع، اجي هنا بقى، روح اقعد هناك اتصور. يلا ما تفيدوا، مش تعمل فيديو. جميلة خلاص. خلاص بصوا الشمس بتغرب، عايزة اتصور هنا بس ماما اللي معايا وهي اللي هتصورني، فربنا يستر بقى. بصوا الدنيا دلوقتي غروب، خلاص الشمس ماشية، اعدي الطريق ومي ماسكة ايدي. يامو 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 فين انا ومامي اهو. مامي بقولها هتلاقي معايا، بتقول لي لا مش راضيه تطلع، تقول لي بتحطمني، بتقول لي ايه بقى، بتقول لي مش هطلع معاكي غير لما توصلي للمليون، يعني فاكره ان ده مستحيل، بس طبعا احنا مفيش حاجه بعيده علينا، هنوصل للمليون وهنطلعها. لا تقلقي. دلوقتي احنا ماشيين بدور على الاتوبيس اللي هو الاحمر اللي هو بدورين، عشان نركب، عمري ما ركبته برضه. يوم لما انوي اركبه يختفوا من الشوارع. هو فين؟ القلعة اللي هي اسمها ايه؟ انا ما اعرفش اسمها، كايباي، وشوف اسمها ايه. شايفين بعيدة جدا 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 جدا، واحنا متأخرين ومش فاضيين نروح. حبيت اوريكم بس واحصركم. احنا دلوقتي رايحين نجيب ايس كريم من عند عزة انا ومامي، وانا اختار اكبر حجم، وانت ما تختاري الحجم ايه؟ كبير برضه، احنا ما بناكلش غير الاحجام الكبيره. على حسابي. اوكي في طماطم عشانها بالمونتاج، يعني هو احلى نروح السعيدي ولا عزه ماما؟ السعيدي. السعيدي عشان ماما يا سعديه، عشان ماما وطاعه الوالدين هنروح السعيدي. ماما كده ايس كريم وكده ايس كريم وكده، هبلعه كله اصلا، يعني مش هتفرق معايا. هي الاسعار مش باينه اصلا حاجه، مش باين حاجه. وقفة مستنية. لا مش مصورتكش والله، بصور الجلاتة. لا والله وجبت الايس كريم. يعني سياح مفيش كوريين هنا؟ والنبي واحد كوري. لقينا الاتوبيس اهو، وقف ماما اهو.
يسطا اهو يا ماما فتح من هنا. يلا يلا سلم اهو. هوبا حققت حلمي وركبت الاتوبيس ابو دورين اهو. بس الجمال عشان ننزل نصور هنا. ننزل هنا طيب؟ اه ايه رايك؟ بس كله بيصور زي جميل. ننزل ما احنا رايحين فين كده طيب؟ انت يا امي مش عارفه حاجه خالص. اه يا امي ماما احنا فين؟ انت عارفه احنا فين يا ماما؟ والله لا ادري. لا تدري شيء؟ ما شاء الله تبارك الله الصراحه ماما. احنا دلوقتي تايهين. الإشارة خضراء لسه هنستنى شويه. هما واقفين مستنيين عدوا. لساني ماسكه كده. شايفين كل شجره حاطين تحتيها لمبه، مكان للمكتئبين اللي عايز يجي يكتئب يجي يقعد هنا معايا. بابا نويل اهو تعالوا نصور معايا. بس عامل ازاي؟ الشجره اهي. صورينا ماما صور حلوه ما تكسفنيش، اوكي؟ فيلم تامر حسني. واو اشاره اهو عشان نعدي. يلا ماما جهز ايدك. كل اشاره نعدي كده. وصلنا عند كورني وصلنا عند كوبري ستانلي. بصوا المنظر رائع ازاي. كده 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 اهو. كنا قاعدين هنا. بصي هنا الهدوم. يا ترى الاسعار هنا هتبقى عامله ايه يا ماما؟ انا عايزه حاجه تدل على الكريسماس. حلو ده. بصوا بكام اهو؟ ب 1000 جنيه. ب 1000 الا 5 جنيه. مش عايزه. مش حلو ماما. مش حلو ده. سيبيه ده شكله حلو. بس انا شايفه بكام؟ 225 يا ماما. ده بتاع ده بس لوحده اهو. بصي فيه زي اللي انا شفته وعجبني بس الاورنج. في الاحمر بتاعه انا هو بكام؟ 390. ارخص كمان من اللي بره. بصي التيشيرتات حلو. الاسعار يا ماما نار اوي. 728. واو ده طويل اوي. عندي واحد زيهم انا. لا الحاجات دي اوفر اوي وطويله اوي. لا 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 لا. يو دلوقتي رايحين الفلكي. هندخل انا محل بقى. في تيشيرت احمر شكله حلو. تعالي نشوفه جوه ماما. في اسود وفي اورانج. اورانج ايه يا ماما؟ ده بامبي واخضر. احلى حاجه الاخضر. بس ده سعره كام؟ ب 465. حلو ده. بصي ده 450. اه عماله الف والاسعار نار نار نار. بس الاماكن عماله 42. بس حاسه عادي يا ماما مش عاجبني الصراحه. حلو الحاجات دي مودة. بس في حاجات تانية. حلو الجاكيت ده. شوفي بكام؟ 595. مش حلو ماما. حلو بس قصير. سعره 580. جبت اهو. جبت تيشيرت لما اروح هبقى اوريه لكم. لونه اخضر كده. مش تيشيرت هو جاكيت. هبقى اوريه لكم. دلوقتي بقى ايه عايزه اروح اجيب توك واجيب طاقيه واجيب حاجات كده. بس لسه اهو لسه ما خلصناش والاسعار نار. هنعمل ايه يا ماما؟ مش اي حاجه. الاسعار كلها مولعه. كل ما امسك جاكيت الاقي ب 1000 جنيه الا خمسه. لاحظي الخمسه دي. هنعمل ايه دلوقتي؟ اه حطينا عشان الحسد صح. عادي ادينا ماشيين اهو مش عارفين هنعمل ايه الصراحه بعد الاسعار دي. اول كريسماس اول كريسماس احتفل بيه تبقى الاسعار كلها. مش عايزين احتفل مش عارفه. وبعدين في ناس رخمه لما تدخلي محل ما يردوش يخلوكي تصوري. ما اعرفش ليه. احس ان انا اكل من الهدوم حته مثلا. الكوتش دوت اللي هو ابيض في اسود. جميل. بص 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 ده اللي هو فيه هاف. اه احلى. بصي حاجه حاطين اكسسوارات. اكيد بيضحكوا عليه. عايزين توك. مش عارف في توك ولا لا. توك.
ايه التوك اللي موجودة؟ حلوة التوك. لا دي احلى. هي دي. بصي ودقني يا بابا نويل. حلو برضه. بس انا عجبني ده كيوت ده. حلو ده. حتى بصي بيلمع اكتر. خلاص نجيبه ده. كيوت. بابا نويل. كام ده؟ ده ب30. ده ب30؟ وده ب75. بس حلوين. بيوت بابا نويل. لسه ما لبستش الطعم بتاع بابا نويل. الناس كلها بتحتفل وده لسه. انا دلوقتي روحت لسه داخله البيت. كان يوم متعب قوي بجد. دلوقتي مش قادره اعمل حاجه اصلا. بصوا السرير مكركب. فبكره بقى الصبح هوريكم جبت ايه وهلبسه وهقيسه وهوريكم الاوتفيت. انما دلوقتي لا 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 هنام جايز. والنهارده كده تاني يوم. النهارده يوم الكريسماس. النهارده كده 31. تعالوا بقى اوريكم ايه التيشيرت الجاكيت اللي جبته. بصوا هو للاسف انا اصلا لبسته جايه البسه لقيت في حاجه غريبه. حسيت ان كمه قصير فوريته لماما. راحت قالت لي لا احنا كده هنروح نرجعه ونجيب مقاس اكبر او اصغر. هو مقاسه مظبوط. انا دلوقتي هقيسه واوريه لكم. انا في صدمه. في صدمه بجد. مش عارفه انا كده هلحق احتفل ولا لا. مش عارفه هلحق اروح مكان ولا لا. الله اعلم يعني. يلا بصوا ده شكله لما قسته. بصوا شكله عامل ازاي. لايق كمان مع البنطلون. بس بصوا مشكلته ايه بقى. بصوا الكم. مش عارفه ليه قصير كده. يعني هو موديله مثلا الكم يبقى قصير كده. يبقى هنروح المحل اشوف مقاس اكبر. بس هو انا ما عنديش مشكله في المقاس. المقاس حلو واسع. طبعا مش همشي كده بالتوكه في الشارع اكيد. يعني مش همشي اعمل لهم كده في الشارع. احنا رايحين احتمال كبير يعني جرين بلازا. فاول لما اوصل المكان كده او حط التوكه واتصور. انما امشي كده لا طبعا. دلوقتي انا في جرين بلازا. ورحت بقى عملت ايه بقى في الجاكيت اللي كنت لابساه. رحت جبت واحد تاني. بص الكم بتاعه حلو ازاي. او بص شكله. مش عارفه اوريكم لان دخلت الحمام والناس كانت زحمه جدا. النهارده الناس زحمه مش طبيعيه. يعني ما عرفتش بجد اصور لكم المنظر. وجبت كوتش كمان. يعني تعالوا اوريه لكم. لبسته في الحمام برده. بصوا ده شكل الكوتش. جبته برده من ولبسته في الحمام. هو وصلنا. بصوا على البوابه بره لسه ما دخلتش. تعالوا بقى اوريكم ايه من الاول. ده شكل ايه المكان من قبل ما تدخلوا من بره. انا لسه واصله والناس زحمه والدوشه زي ما انتم شايفين. يو 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 اعمل ايه. اهو بصوا اهو بصوا المكان فوق والهدايا. دلوقتي وصلت لشجره الكريسماس. الناس حواليها يعني تحاربوا عشان نوصل لها. شايفين الشجره قادره اوصل لها اكتر من كده. حاطين شمسيه وصناديق. خلاص شويه. زحمه. لا عايزه اتصور بس امي تصورها ملوش حل والله. وربنا ما تسكتي خالص. تصوير ايه اللي انت ده اسمه تصوير اللي انت بتصوريه. بصوا حاطين اهو بتاعت 2023. عارفه اتصور الناس مش هتديني فرصه. ناس زحمه قد ايه. دلوقتي المفروض الساعه 11 بالليل محدش قاعد في بيتي. عايزه اتصور مع سبونج بوب وشايفينهم سبونج بوب وبابا نويل وما اعرفش مين الثالث اللي معاهم ده. يا بلال ما في ناس واقفه اتصورت معاهم يا مان. بصوا شايفين سبونج بوب وبابا نويل والارنوب اللي معاهم. بيصوروا الناس بقى جايبين كاميرا وبيصوروهم بفلوس. فما عرفتش اتصور من الزحمه اصلا واتفرهدت. بس شايفين الجمال. بصوا الدنيا بقى هنا عدد عمال يزيد مش بيقل. كل ما الوقت يتاخر كل ما الناس تزيد اكتر. شايفين الستاره اللي هم عاملينها ديت. انا الغزال وقتي هوريكم اكبر بابا نويل في العالم. بصوا قد ايه. انا مش عارفه بصراحه هو فين يعني باقي وشه. واقف عامل زي الصنم كده. بس شكله لطيف والناس حواليه ياما جدا. جايز بصوا من ورا شكله عامل ازاي. لا ولا بص رجله قد ايه. انا ما سبتش حته في بابا نويل غير لما بصيت عليها. اللعبه دي عمري ما جربتها بصراحة وما عنديش الجرأة اني اجربها. بس هي شكلها حلو قوي. انا جبانة خايفة يعني
المكان كله يتفرج عليا. حاسه عاديه يا ماما، ما خافش من الكلام ده. دي كمان شكلها زيها برضو. بصوا شايفين ده قطر، بس هي بتاع اطفال، يعني لو ركبته هكسرته. ما تلعبش الطبي عشان انا قول السل سنو مان. اقصى حد قدرت اوصله للسنو مان. بس المكان هنا تاني والدوشه والزحمه. حبيت تكونوا سامعيني بقى. اذا قابلت حد من المتابعين يعني عايزه اقول لكم انا فرحانه اكتر، يعني قولي اي حاجه. انا بحبها جدا ومبسوطه قوي اللي انا شفتها والله. والله وانا مبسوطه اكتر. وانت طيبه. بس واحد تاني يلا. المتابعين والله بحبهم قوي كلهم. شكرا شكرا. مش غير الحركه دي. في ناس عماله تلم هدايا. ايه ده؟ عايز اخد هديه. تعالى. هابي نيو يير. اصلا الساعه دلوقتي داخله على 12 وتاخرنا وحالتنا. ما بيلموا الحاجه دول، بيلموها يا جدعان. الناس خلاص بيودع يا ماما. تقريبا عايزين الناس تمشي. ما عندهم حق، الناس كتير جدا صراحه. مش عارفه انا عادي ازاي. فاضل 4 دقايق يا ماما. عايزه الحق البالونات وعايزه الحق المنظر. يا نهار الناس زحمه قوي، الناس زحمه قوي ماما. انا محشوره محشوره. عايزه الحق اصور البالونات. البالونات فين؟ اللي هتفرقع البالونات فين؟ بس كده. وعلى قد ما اقدر بقى قدرت اوريكم مزار الاحتفال اللي حصلت وسط الزحمه دي. بجد تعبت قوي. واحب اشكر المتابعين اللي قابلتهم واتصورت معاهم. بجد كنت فرحانه جدا. وعجبكم الفيديو بقى وصلتوا لحد كده، اعملوا لايك سبسكرايب الحاجات دي ما تنسوش. بس كده. وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى السنه دي تكون كويسه وتحققوا كل اللي تتمنوا. بس كده. سلام.